بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولأخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة. فيديو جديد لتنصيب مكونات الوينسوفت بار كود نسخة 6.3 على ديلفي 11.3. إذن نقوم بفك الضغط على هذه المكونات. رابط التحميل تجدونه في الوصف. إذن نقوم بفك الضغط على هذه المكونات ونضعها هنا في مكان معين. هنا نضعها في نفس مسار تنصيب الدلفي، لأن المجلد اسمه Component، وهنا ها هي الوينسوفت باركود. إذا لدينا الخاصة بدلفي 11 ونسخة 64 كذلك. لدينا بعض الأمثلة، لدينا اللايبراري، لدينا اللايسنس، ولدينا السورس. إذا ماذا نحتاج نحن؟ نحتاج ملف هذا الـ 11، يعني ملف الـ 11، ونحتاج ملف السورس. إذا نقوم الآن بأخذ المسارات إلى مكتبة الدلفي. أولا نأخذ المسار الأول الذي هو 11، دلفي 11. أخذ المسار الأول، نذهب إلى الدلفي، ومن التبويب Tools إلى Options، ثم إلى دلفي و Language، ثم دلفي، ثم Library أو Bibliotheque. هنا نضع المسار الأول. إذا المسار الأول نضعه هنا. إذا نضع المسار هنا Past، ثم نقوم بسيلكت للمسار ونضع له اد، هذا المسار الاول. ثم نضيف مسار السورس، يعني مسار السورس. اذا مسار السورس هو هذا مسار السورس، كذلك نضعه هنا كوبي، ونضعه كذلك ضمن هذه المسارات الخاصة بالدلفي هنا Select و Add. إذن لدينا مسارين لمجلدين، المجلد الأول دلفي 11 ومجلد الثاني هو أسوس. نضغط على OK ثم Save، ثم نأتي إلى هنا ونفتح الحزمة الخاصة ب يعني المسار دلفي 11 هذا، و نضغط على هذه الدي بي كي، يعني دلفي باكاج، هنا باركود بي دلفي باكاج، ونضغط له اوبن. اذا يقوم بفتح هذه الحزمة من خلال هذا الملف الذي هو باركود بي 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 ال. يعني هنا نقوم بالضغط بال فأرة أو زر الفأرة الأيمن ونضغط على Run. إذن لما نضغط على Execute أو Run، إذن يقول لنا بأن الحزمة Graphic، يعني لا توجد Delete Graphic. إذن ماذا نقوم؟ نقوم بعمل VCL Point Graphic. إذن فيقوم ب نزع هذا الخطأ. إذا نقوم مجددا بعمل ران، كذلك هناك مشكل آخر في الكونست. الكونست هنا كذلك نضع لها VCL point const. إذا ونلاحظ أن الخطأ لم يعد موجود. نعود ونقوم بالضغط على execute مجددا. إذا هنا يقول لنا أن هناك ملف Design Editors لا يوجد، يعني Unit Design Editor. هنا ماذا نفعل؟ نأتي إلى هنا، نفتح، وفي هذا المجلد الذي هو Required، نضغط بزر الفأرة الأيمن ونضغط على Add Reference. نضغط على Ajouter، ثم هنا Name of Package، نضغط على Parcourir،
اذهب الى مجلد تنصيب الدلفي، بروجرام فايل، ثم الى امباركادرو. اين هو امباركادرو؟ هنا، ثم ستوديو، ثم 22 مجلد 22، ثم نذهب الى لايبراري والى الوين 32 والى ريليز، ليس ديباك وانما ريليز. هنا في الريليز نبحث على، نقوم بتغيير او الى ديتا هكذا، ونبحث في الدي، نضغط على الحزمة دي، ثم الى هذا الملف الذي هو design idea dcp. اذا نعلم على هذا الملف ونفتحه داخل هذه الريفرنس، ثم نضغط على اوكي. اذا ناتي الى هنا وفي الريكويت نجده انه اضاف ديزاين ايديو دي سي. اذا نقوم بعمل ران مجددا. اذا لاحظوا impossible d'exécuter en tant qu'une application، ولكنه قام بانشاء ملف التنصيب. لاحظوا هنا success، لاحظوا success. اذا نقوم بالتنصيب الان. اذا تم تنصيب الباكاج بنجاح، والمكونات التي اصبحت لدينا هي في باركود. اذا ناتي الى هنا فايل، ثم اقول له كلوز اول، ثم نعمل سيف، نعمل سيف، هذا مهم جدا. نقوم بعمل سيف ثم سيف اخرى. اذا وتم عمل انشاء لهذا المكون. اذا نيو VCL application، ومن خلال المكونات ناتي الى هنا ونبحث عن مكون البار كود الذي اضفناه. اذا من خلال الحزمة سيستم، من خلال الحزمة سيستم نجد، لاحظوا باركود هنا، ها هو المكون. اذا المكون يحتوي على عدة properties و events، لاحظوا، ويمكننا ان نراها ان شاء الله في حلقات اخرى ان شاء الله عندما نقوم باستعمال هذا المكون، ولكن سنرى الديمو الخاصة بهذا المكون. اذا في الايفنتس، يعني لا يوجد لديه ايفنتس ولكن لديه بروبريتيز. اذا سنقوم بفتح الاكزامبل او التيتوريال الخاص به. اذا ناتي الى هنا هو اكزامبل هنا، ثم دلفي، ثم لدينا ديمو، نفتح ديمو، أقول له ناو، إذا هنا لاحظوا لدينا سيف بيكتشر دايالوج، لدينا الباركود المكون، ولدينا هنا مختلف الصيغ التي يمكن أن نحتفظ بها. إذا نقوم بتنفيذ. لم تم تنفيذ البرنامج بنجاح. إذا لاحظوا هنا الباركود هنا، يمكننا إضافة مثلا مينا سوفت 48. إذا وهنا يمكننا تغيير البوردر، لاحظوا هنا white space، كذلك
هنا الروتيشن بار بوكس دوت اي إذن و سيف از بي ام بي 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 اس جيف بي سي اكس تكست او اس في جي. إذن هذا هو المكون باركود. إذن هنا لدينا كيو ار، لدينا كذلك صيغ متعددة ريكتانجولار ميكرو كيو ار كود، لدينا هذا، لدينا هذا كذلك، هذا لدينا العديد والعديد من مثلا نأخذ هذا مثلا، سيوجد هنا صاحب، كذلك نأخذ مثلا هذا، العديد والعديد منها من الكودا بار، لدينا كودا بار هنا كود هذا 11 لدينا كود 32 93 الكود المعروف عليه ب 93 كذلك، العديد والعديد من الكود بار الذي يمكنكم استعمالها في هذا المكون. لاحظوا، نعود إلى كيو آر كود، هذا الأول، وهذا كيو آر كود يمكن أن للتكست هذا أن يكون داخل هذا الكود بار. إذا كان هذا عن تنصيب مكونات أو مكون الوينسوفت كود بار أو بار كود. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.